ابسط شغله كانت حمل الكاميرا، يعني ما كان فيني احمل الكاميرا، كانت بتهز بايدي مثلا. كان في كتير صعوبات وعقبات، بس هذا ما بيعني انه انت لازم تستسلم او توقف. منظمة اليونيسف عملت دورة تصوير لأشخاص ذوي احتياجات خاصة، كنا 15 شخص تقريبا. بعد انتهاء دورة التصوير الفوتوغرافي كرمتني الأول على شمال شرق سوريا بأفضل شخصية من ذوي احتياجات خاصة لعام 2021. كليب دلوفاني، كليب عالمي كان لأشخاص ذوي احتياجات خاصة لإثبات قدرات ومواهبهم، وأنه الإعاقة هي إعاقة العقل وليس إعاقة الجسد. تركيزي بالتصوير هو تصوير توثيقي، توثيق لحياة ذوي احتياجات خاصة أو القدرات المواهب، لأنه الإعاقة هي إعاقة العقل وليس إعاقة الجسد.